إن الحمد لله نحمده. قال عيسى بن يونس: أتى الأعمش أضياف فأخرج إليهم رغيفين فأكلوهما، فدخل فخرج فأخرج لهم نصف حبل قط فوضعه على الخوان وقال: أكلتم قوت عيالي فهذا قوت شاتي فكلوه. بعض الناس لا يقدر الذي أمامه أنه فقير، فيأتي إليه فيأكل أكله. الفقير هذا كريم، كل اللي عنده رغيفين عشان يطعميه لمين؟ لأولاده، فأكلوها. فبعض الناس إذا زار شخصا ما شاء الله بكون كإيش؟ ثمه ببهداش. يا رجل أنا قدمت لك يعني جاط برتقال إكراما لك، توكل الجاط كله؟ طب خلي يجي، لأنه هذا فقير. احنا ما بنحكي عن الموسر، بس تروح على موسر كل هالجاط يا سيدي. أما أنت رايح تزور رجل فقير وأراد أنه يبيض وجهك ويبيض وجهه، فجعل لك الجاط الكامل، حط فيه 3 كيلو برتقال عشان تأكل أنت إيش؟ حبة، والباقي يأكلون مين؟ أولاده. راح أنت أكلت أكل أولاده ومرته وجيرانه. لازم اهدى عشرة كاشو بليرتين شراهم عشان احط قدامك، راح اكلهن كلهن، حطوا البرتقال اكلهن كلهن. طب الاولاد خلوهم يناموا بالجوع. فانت بدك تميز اذا زرت فقير ولا زرت غني. بس الزور غني كل زي ما بدك، اما عندما تزور فقيرا فاحرص على خفة الأكل ولا تقعد تحرج فيه. شو رايك تعشينا؟ شو رايك تطعمينا؟ والله يا زلمة دخلنا عندك وطلعنا ما في إلا كوباية شاي، ما عليه، برضو ببهدل الفقير. لا حول ولا قوة.